سؤال بعد هذا حول مسألة متعلقة بالإرث. سيدة كانت لها أخت موظفة متزوجة، زوجها كان يتصرف في أموالها بدون علمها ورغما عنها، مما جعلها تحتفظ بجزء من مالها عند أختها، طالبة من أختها ألا تخبر أحدا به خاصة زوجها. الآن السيدة انتقلت إلى رحمة الله، المال الوديعة موجود عند أختها، أخذت المال وتصدقت به، هل هذا التصرف صحيح؟ الجواب عن هذا أن أيلولة أموال الميت بعد موته إلى الورثة، ليس لأحد أن يتصدق به كلا أو جزءا نيابة عنه. إذا مات الميت لم يعد المال ماله، ولم يعد له من سلطان عليه. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. المال يكون تحت نظر الشرع، يوجهه من يحوزه على مراد الله عز وجل. طب إيه المخرج الآن؟ أن تتلطف في إبلاغ الورثة بذلك، وأن تتحلل منهم، وأرجو أن يحلوها، خاصة هي تصدقت لم تنتفع بالمال وانتفاعا شخصيا، فيرجى أن يتفهموا هذا الموقف وأن يحلوها منه بإذن الله عز وجل.